2024 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. الأكثر شيوعاً لوصف مدرسي من أبرز العنف المدرسي الشغب في الملاعب الرياضية، مخاطر استهلاك المخدرات والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى عدة عروض تحسيسية في مجال السير والسلامة الطرقية بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية. بخصوص حوادث السير داخل المجال الحضري، فقد تم تسجيل ما يلي: العدد الإجمالي حوادث السير بخسائر مادية صغيرين، وعدد السائقين متورطين ومقدمين أمام العدالة 107. تحتفي المنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت بنخبة من رجال الأمن الوطني الذين بلغوا حد السن القانوني للتقاعد كعربون اعتراف بالخدمات الجليلة التي قدموها للوطن والمواطنين وتركوا بصمات خلال مزاولة مهامهم. الله تبارك وتعالى الذي أسبل على هذا البلد الأمين تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. أحمد الله الذي أسبل علينا نعمه الظاهرة والباطنة، أهمها وأعظمها نعمة الأمن والهدوء والطمأنينة والاستقرار، وهي نعمة ما فوقها نعمة، فمن فقد الأمن فقد فقد كل شيء، ومن رزق الأمن فقد رزق كل شيء. التضحية وبالاستمرار وباليقظة وبالاستباقية وبالمهنية العالية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.